اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، وانا التقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. في الحديث عن مفهوم الدوله ولا دوله، يعني ربما يجر الى تفاصيل كثيره، وعندما تضع نماذج لدول معينه ويبدا السؤال هل هذه دوله ام لا دوله، قد يعني المدافعون عن فكره انها دوله والذين يعني ضد فكرة أن تكون دولة قد يختلفون فيما بينهم، قد لا يصلون إلى نتيجة. أما في قضية العراق فإنما يعني الحديث عن أن العراق دولة أو لا دولة يحسم بسهولة وبسرعة. منذ عام 2003 لحد الآن كل المعايير التي تنطبق على ما كان يسمى الدولة الهشة، ما يسمى الآن الدولة الهشة أو الدولة اللا دولة تنطبق عليها حقيقة. لا وجود لمفهوم الدولة فعليا في العراق، لذلك يعني الحديث عن العراق كونه لا دولة سرعان ما يحسم لصالح من يقولون أن ليس في العراق دولة منذ 17 سنة، وهي حقيقة لا تقبل النقاش. وجزء من هذه، ومثل ما قلنا هناك تفاصيل كثيرة في هذا المفهوم، جزء بسيط من هذه التفاصيل التي تتعلق بهذا المفهوم هل هناك دولة أو لا دولة، ما تحدث عنه قبل أيام. كنت أستمع إلى وزير التخطيط العراقي الحالي كان يتحدث يقول أنا ووزير النفط، يعني وأيضا هو كان يتحدث قال في الحديث عن مفهوم الدولة، قال أنا ووزير النفط لا نعرف عدد الموظفين في العراق. إذا كان وزير التخطيط المسؤول عن رسم السياسات العامة والتفصيلية للتنمية في العراق، وأهم عنصر في التنمية هو المواطن، هو البشر، وعدد الموظفين ومستوى الدخل، هذه كلها التفاصيل، هذه كلها يجب أن تكون عند وزارة التخطيط. إذا كانت وزارة التخطيط لا تعرف عدد الموظفين في العراق، وإذا كانت وزارة المالية التي تصرف الأموال للموظفين لا تعرف عدد الموظفين فعليا في العراق، فليقل لي أحدا أن العراق دولة. هذه لا دولة الحقيقة. وقال أنه البعض يتحدث عن أنه هناك 1.5 مليون موظف، 1.7 مليون موظف، وهذا غير حقيقي. العدد أكثر من 4 ملايين موظف. وإذا كان العدد أكثر من 4 ملايين موظف، يعني ما يعادل 20% من القوة العاملة العراقية اللي تراوح أعمارها بين 14 إلى 60 سنة، واللي يعني نسبتهم يشكلون 58% من سكان العراق. الحقيقة لدينا الآن الحديث، وهذا حديث من مسؤولين وليس من يعني مسؤولين في الحكومات الحالية والسابقة، تحدثون أن لدينا الآن 6.5 مليون موظف بين مدني وعسكري. عدد الموظفين المدنيين نحو 4 ملايين وربما وقليل، والباقي عسكريين، قوى أمنية على جيش على عسكر. فبالتالي لدينا 6.5 مليون موظف في الدولة العراقية. هذه كارثة كبيرة. عندما أجرت بعض المعاهد وبعض المراكز المتخصصة أجرت دراسات واستبيانات حول عمل الموظفين في العراق، وجدت أنه الموظف يوميا يعمل من 8 ساعات عمل رسمية 17 دقيقة فقط. فبالتالي أنت لديك بطالة مقنعة هائلة جدا جدا. كم يحتاجون من الأموال؟ هذه واحدة من الكوارث الكبيرة. في عام 2019، موازنة عام 2019، التخصيصات يعني من إجمالي الموازنة 54% من إجمالي الموازنة تذهب تخصيصات لرواتب الموظفين والمتقاعدين. المبلغ يعني يبلغ 52 مليار سنويا، بزيادة 15% مثل ما يقولون عن العام الذي سبقه عام 2018. وزير المالية الآن السابق اللي الآن هو وزير
الخارجية تحدث مرة وقال عدد الموظفين قبل عام 2003، هذه الدولة الدكتاتورية التي ثاروا عليها، دعنا من هذا الكلام، لكن حديث أرقام، عدد الموظفين فيها كان 850 ألف موظف في عموم العراق، عدد الموظفين الآن 6 ملايين ونصف مليون موظف. من أين جاء هذا؟ كان المبالغ التي تصرف عليهم سنويا لا تزيد عن 5 مليار، الآن المبالغ التي تصرف على الموظفين والمتقاعدين، هذا العدد الهائل الكبير، أكثر من 55 مليار دولار، الزيادة 50 مليار دولار، يعني شهريا أكثر من 4 مليار ونصف دولار، 4 ونصف مليار دولار فقط رواتب للموظفين والمتقاعدين. هذه كارثة. هذا في بلد يقولون عنه أنه دولة، وإحنا جئنا من أجل التقدم وفعلنا واستطعنا أن نغير. ماذا غيروا؟ هذه كارثة بكل معنى الكلمة. عندما يصبح الأمر بهذا الشكل، عندما يعني تتكدس هذه الأعداد الغفيرة من العراقيين في وظائف ليس لها قيمة، 17 دقيقة يعمل الموظف ولا إنتاجية الحقيقة، أنت ليس لديك في الصناعة شيء، الصناعة كلها انتهت، الزراعة انتهت، كل القطاعات الإنتاجية التجارية انتهت، وبالتالي كل هذه الأعداد الهائلة من البطالة المقنعة تنضوي تحت يعني تحت مظلة أن تصرف عليها الدولة من موارد الشعب كله، ويتحدثون عن نهضة ويتحدثون، لا يمكن أن تتم هذه النهضة، بالعكس سنتراجع ونذهب إلى الهاوية، ذاهبون إلى الهاوية بهذه الأعداد التي لا تنتج شيئا الحقيقة. نحن لا نستطيع أن نضع خطة تنمية، لو كانت لدينا خطة تنمية الحقيقة ما كان هذا العدد من الموظفين. هذه كارثة. كل الأحزاب، كل القوى العملية السياسية وأحزابها عينت الناس، عينت جماعاتها، عينوا أقربائهم والمقربين منهم لكي يكسبوا جمهور، لكي يكسبوا مؤيدين لهم، عينوهم في هذه الدوائر، لقاء مبالغ ولقاء رشاوى ولقاء وعود وقل ما تشاء. فبالتالي تضخم العدد إلى أن وصل إلى هذا الحد، وإلى الحد الذي لا تعرف وزارة التخطيط عددهم ولا يعرف وزير المالية عددهم، والعدد يعني يتجاوز 6.5 مليون موظف. كارثة كبيرة الحقيقة. الرواتب السنوية يعني تستهلك مبالغ هائلة جدا جدا، ونحن في موازنات، كل بلدان الدنيا تضع موازنات استثمارية وموازنات تشغيلية، نحن كل موازناتنا تشغيلية، مجرد أن نأتي بالأموال من النفط نبيع النفط، ونأتي بالأموال لكي نضعها في هذه الأشياء والباقي يذهب إلى الفساد، وهذا جزء من الفساد. ما حصل هذا جزء من الفساد، جزء من غياب السياسات، جزء من غياب فكرة الدولة، رؤية الدولة. هكذا هو الحال في العراق اليوم. الدولة غائبة، لا دولة في العراق. من يتحدث عن مفهوم الدولة عليه أن يخجل من هذا الكلام، لأنه أبسط مثال هذا يدل على أن ليس في العراق دولة، ولا يمكن أن تكون هناك دولة تتصرف بهذا الشكل، ولا يعلم وزير تخطيطها ولا يعلم وزير ماليتها عدد موظفيه، ولا يضعون خطط للتنمية، ولا يعرفون كيف يستفيدون من الإنسان اللي هو أهم عنصر للبناء، في إنتاجية عالية تؤدي إلى رقي البلد وازدهاره وتقدمه. أشكركم أعزائي المشاهدين، وقت هذه الحلقة قد انتهى، ألتقيكم في حلقة أخرى إن شاء الله.